السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. النهاردة معايا دعاء جميل جدا، دعاء هينجيك من حاجات كتير قوي، دعاء هيرد عنك حاجات كتير قوي احنا محتاجينها. تعال نقول الدعاء ونرجع لكم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. شفتوا قد ايه دعاء جميل ومهم؟ بنطلب من ربنا ان هو يهون علينا مصايب الدنيا، الدنيا اللي واخدانا، وان ما يجعلش الدنيا اكبر هم لينا. شايفين دلوقتي الناس ممكن تقتل بعضها عشان متر ارض، ممكن تموت نفسها او تموت حد قريب ليها، زي امبارح او من كام يوم، امبارح تقريبا شاب انتحر من فوق برج القاهرة. ليه؟ عشان ازمة اقتصادية. الازمة المالية موجودة عند كل الناس، هل توصل ان احنا ننتحر ومن فوق اعلى مكان في القاهرة؟ ليه؟ لان الله يرحمه طبعا، ولكن ايه اللي وصل الناس لكده؟ ان هي ممكن تنتحر، ممكن تقتل الغير، ممكن تسرق، ممكن، لان للاسف الشديد حتى الدنيا رقم واحد في حياتها، ونسيت ان في موت وفي بعد الموت، نسيت ان كل شيء بايد ربنا وبس، نسيت ان الخير والشر والاعمال وكل حاجه بتحصل لك هو اللي كاتبها لك، لو خير بيختبرك ولو شر برضو بيختبرك. خير هتشكر ولا لا؟ شر هتصبر ولا لا؟ الدنيا، عشان كده النبي دايما كان بيدعي ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، لان لو ما يكون واحد كل همه الدنيا، كل همه ان هو يعيش لنفسه وبس وما يعيش للغير، بيوصل في الاخر لحاجتين، يا اما ممكن يقتل او يسرق، او لو خد كل حاجه من الدنيا وعمل كل المعاصي اللي في الدنيا ينتحر. وده بيحصل في دول الكفر، تلاقي الواحد عمل كل حاجه وفي الاخر يقول لك انا مش حاسس بالراحه. ليه؟ لان هو اصلا ادى كل حاجه للجسد، ما اداش للروح. عشان كده لازم نصر على الدعاء ده، ويكون دعائنا همنا الاكبر الاخره. طب انا كده بقى ما اشتغلش واقعد في الجامع زي الدراويش؟ لا، اسعى واشتغل واكبر وانجح وكافح ووصل وابقى اغنى واحد في العالم، ولكن خلي الدنيا في ايدك مش في قلبك، لان الدنيا لو دخلت قلبك هتضيع. خليها دايما في ايدك، زي الفلوس ممكن تروح وممكن تيجي، راحت ما زعلش، جت ما فرحش قوي. قارون كان اغنى واحد في عصره، وعشان بس الكبر وقال لك ان الدنيا دي انا اللي جبتها لنفسي. رغم قارون دلوقتي لو شاف الفيزا كارت اللي احنا بنسحب دلوقتي الفلوس بيها، ما كانش عمل المفاتيح اللي الناس بتحملها دلوقتي. لو كسرى، لو شاف التكييف اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي في البيوت او في المترو، او ما كانش جاب ناس تهويله، كان هو بالنسبه له حاجه كبيره. في عصره كان هو احسن واحد، ده كان بيجيب عبيد بتهويله، كان كل همهم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر شافه نايم على الحصير بكى وقال كسرى وقيصر ينامون على الحرير ورسول الله بينام على الحصير، قال يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة.
النبي لو كان دعا ان جبل احد يتحول دهب في لحظتها كان يتحول، لو دعا ان يكون هو اغنى واحد في الكون كان يستجاب في لحظتها، ولكن هو عارف ان هي دنيا 60-70 سنة عند ربنا دقيقتين ونص من يوم القيامة، لان اليوم عند ربنا بألف سنة، يوم القيامة 50,000 سنة، يعني عمرك في الدنيا كله بالايام بتاعت ربنا دقيقتين ونص، انت لو عشت 100 سنة. عشان كده النبي عارف، عشان كده ربنا قال لو الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. البعوضة فهمت اكتر من البني آدم للأسف. لما النمرود دخلت في أنفه البعوضة، لما طلعت طلعت ناقصة جناح، فربنا قال لها تاخدي الدنيا كلها وتسيبي جناحك؟ قالت لا، جناحي. عشان كده قال لو عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. هي دي الدنيا، نشتغل فيها ونسعى ونجد. فيما قول النبي صلى الله عليه وسلم بتقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. واحد مستشرق قال الكلام دوت، عجبني قوي كلامه. قال لك أي أمة في الدنيا عشان تقام عايزة 300 سنة إلا أمة محمد، لأنها قامت وحكمت تلتين العالم في 90 سنة. عارفين ليه؟ عشان بتطبق الحديث ده، بنعمل للدنيا ونعمر فيها ونبني، وفي نفس الوقت بنعمل للآخرة وخايفين نقابل ربنا على معصية. جمعنا بين الاتنين، عشان كده سيدنا العالم. أما دلوقتي في ناس بتعمل للدنيا خدت النص، وفي ناس بتعمل للآخرة بس. الدراويش اللي قاعدين في الجامع يقولك احنا خلاص احنا هنعيش في الروحانيات بس، ده غلط وده غلط. لازم تجمع بين الاتنين، تسعى في الأرض لأن ربنا خلقنا لإعمار الأرض، وتسعى لآخرتك عشان خاطر الجنة. نروح نقول الحديث ونرجع نختم معاكم. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. شفتوا الحديث معناه جميل جدا، وياريت بندعي ربنا ان ما يكونش فيه مصيبة لدينا. اي مصيبة تحصل بعيد عن الدين احنا راضيين، اما لما تحصل مصيبة في دنيا ونقع او في ديننا ونقع، مصيبة كبيرة. لو حصلت مصيبة في دنيانا، في جسمنا، في اهلنا، ممكن تعدي وتتنسي. اما لما تحصل مصيبة في ديننا، ان انت تنتكس او تبطل صلاة او تقلعي نقابك او تقلعي حجابك زي دلوقتي الموضة اللي ماشية، كل واحده كانت لابسه لي طرحه خنيقه بقت تقلعها. ما تقلعها احنا مالنا؟ هو انت اصلا كنت فاكره انت لابسه اصلا ده حجاب؟ ده ضحكوا عليك والله له حجاب، دي طرحه خنيقه، دي بتخنق الراس وخلاص، ده مش حجاب. الحجاب معروف ستر كل شيء عن اي شيء، هو ده الحجاب، ان انا احط ستاره ما اشوفكش، حجب الرؤيه. اما الطرحه الخنيقه وحاطه لي 50 كيلو بويه في وشك، ده مش حجاب. اه والله، بس هما ضحكوا عليك، فانت سواء لبستيها او قلعتيها مش حجاب. بقى دلوقتي موضه عندها 70 سنه وتقلع، تقول لك اصل انا من القواعد. عندها 42 سنه تقلع النقاب، مش عارف. لما بيكبروا بيخيبوا. فالمصيبه لما تكون في الدنيا عادي، اما المصيبه في الدين مصيبه كبيره، وبالذات لما تكون كنت في قمه الالتزام وقعت مره واحده. خلص الكلام، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم فضائل الدعاء. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاركه الحلقه من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعايه الله وامنه. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركه الفيديو
حتى يستفيد كل مسلم. مع قناة اعرف دينك.